السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم حول الأسلاك الكهربائية. طبعا هذا السبريت هو ثلاثة قن. من خلال هذا البين قدامكم إيش الموضوع؟ هو ربط الأسلاك الكهربائية مع السبريت. أوكي إخواني، ربط الأسلاك الكهربائية مع السبريت. لو تشوفون هذا الكابل، هذا الكابل هو عبارة عن بارد بارد وحار، نترال وإيال. أوكي شوفوا قدامكم، وعندك ويا هذا الوارثات هو إيالف. طبعا الإيالف احنا في العراق ما نستخدم الإيالف، ما يعني تعرفون الإنسان بالعراق شوية مو هالقد غالي، ما نستخدم الإيالف. إيالف يعني هو حماية الإنسان من الساقات كهربائية. بس احنا بالعراق بالتأسسات كهربائية وبالتأسسات منازل ما عندنا ايرث. هذا بدل ما يلزم يسوي ساقة للإنسان، الايرث هو اللي يصدي، يعني حماية الإنسان الايرث. بس احنا ما عندنا هذا الشيء. تجي هسه بس اقرب المستشفيات الموجودة، المستشفيات اللي بنوها ايام حكم قبل 2003، يابان جتي بنات ويا شركاء وفايات. سنجي على هذا البيدانكم. هذا السلك، هذا السلك الخارجي مغذي للسبلت، كهرباء مغذي من السبلت. اوكي اخواني، هذا سخين الاير وهذا البيدانك. شوفوا هذا سبلت توصل طبعا اخواني، شوفوا سخين كلش. هذا مغذي خارجي. نجي هنا أنا. هذا أسلاك الثاني، هذا أسلاك ثلاثة، وين تخليه عالي؟ بس بشرط يعني المكتوب هذا ثلاثة كلهم ثلاثة حار، واحد الفاني يروح، واحد السام العكس، واحد الماطور. أوكي إخواني، الكابسر. فإخواني وين تخلين عالي؟ نحن مكتوب أرقام ثلاثة أربعة خمسة أي شيء. الواحد والاثنين خلي الوار السخين هذا داكم، والبقية خلي هذاني السخين ال ان، والبقية كلها ال. اوكي اخواني، ما بي ان